بسم الله، الحمد لله، الثناء لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ودرسي سدحات جزكي قسمع سورة الحشر آيات ديدا كوي التبنات يكب الله ونياه. وعن كسو الحشرني قصة دي أما بعد ذي نوكل لي شري ريبني نظير وها قيس يهوديد والنبي صلى الله عليه وسلم ومقال ذا كرري مركي أي بلنتي كبحين كذب وعن صور شيقني مركي النبي صلى الله عليه وسلم كدولي إن منافقين تو أي لهذين وإلا حريرين وإلا لهذين هابحنا دقال لما أنا قايدين لجرنا وإذن قرب استاقينا إذن بضن بانهينا مركا وحسك عليا أنا قرب كنا انتاقنا منافقين تاوحا أضيئوها نكلا دي شري عبد الله بن أبي بن سلول وذيك منافقين تاها مقالة المدينة منافقين تي مركب اللنقات كي أي سيين قويسكا مركي لهريري وارنتو أي أتكاتي منافقين تي بلنتي مينن فولنين ويقبحين وانا دقنك منافقين تي تاسع لك ورمي يا مرك. ألم ترى ميادا أركن وما أركين إلى الذين كوي حقوذا نافقوا منافقوا بي يقولون أيقو رحي لإخوانهم ولا لضو ذكو رحي ويهودي ولا له ويهودي على قوذا الذين ولا لها سو كفروا قالوا بي ومن أهل الكتاب أهل الكتاب كمل معي كل هيان لين أخرجتم هذين ليدين صاروا لنخرجن ولا وانبحنا وبحنا معكم لشيرن كين وإذن راعينا ولا نطيع يلي مينو أما أطيع مينو فيكم أرن كين لحدي سنة أحدا عدنا كو أضيع مينو كغا أمر قادا مينو أبدا ولي عد أرن كينا أنو كي يلينا مجرته وإن قتلتم هدي الله إذن لدك علمنا لننصرنكم ولي وانو إذين هيلين وانو إذين هيلين والله ألي يشهد وحو مرخاتك إياه إنهم إيوغو منافقين لكاذبون بين على يالينيهن بين إني شيعية أو بلنقات كي سمين يعني وركض بين أي إلهي مرخاتك يا هي ومرخاتي فريا لين أخرجوا بألي تبارك وتعالى لين أخرجوا هذيل الصارو يهودا لا يخرجون منافقين تي بحمايان معهم لشيرن كود من راعية ولا إن قتلوا هذيل لتقالمنا لا ينصرونهم أهي للمايا ولا إن نصروهم هذا السبب أهي ليا طيب هذا بين أهي ليانا لا يولن ولا ويشيدين ويشيدين الأدبار الدبوين كي يشيدين يعني ويعريان مهورين ثم كذبنا لا ينصرون الله للمايا وإله حقي سهيل لك للمايا ساسي كتشبيا بلنقاتك إساقها أيسيين يهودا وحليلي ولا لهود وحي كليهن لإخوانهم ولا لضد حقيبي ولا لكيهن منافقين يهودو ماها إني إلا لشو ولا لكيهن لكن قال لماذا ولا لكيهن لأن وحوي الكفر ملة واحدة قال لماذا إساقه حق قال لماذا حق لا أبتر ستويضو لكن مركا إسلام كله فيريو هل دين بيسكتها قال نبضه
ساس تراتي تتكيدوا ولا له منافقين تي قالوا حقا مبدعي ولا لك هي مرك ولا له هودي أهل الكتاب كي قالوا بي وحي كليه هذه اللي يدين صاروا ولا وانوا يدين راحينا يعني قرب كنا قبل حمينه دي اللي يدين اليوم قال هذا اللي نكقحيه وايد لقحين أرنتي إننا عدنا وقمدنا بينه لا محمد كيالي مين ولا عدنا وركي سكا قادر مين وايد قرب تاجنا اسكوك عنا هلاي هذه اللي يدين لا تقالمو أرنتو أي نقطة إنا تقالنتانا هي ذا نوا يدين قرب استاجنا وايدين هي لنا الله تبارك وتعالى وحده والله يشهد إنهم لكاذبون وبنتوت بين بشيء أما مركي بلن تقاد يامبا كما تلقشنا إلى كذا بيا وصاصي بين كشيء أما مه الله وحده أكسون يهاي هذاي بفوليامبا وأي مادامبا إلى إن دجال قالي نبوكسوني وفعل كودي يا مركاسي هذا الكودا إصدام مرسان وابين مركا أما وابين يقصتن أما طبعاً بوبين ونقول يا معنا ولسيئت كي يعلو حكول مركا هذه اللي صارنا لب حمايان وراح حمايان وهي كجوابيان لين أخرجتم لا نخرجن معكم جوابت يا دم حيتي لين أخرجوا لا يخرجون معهم راح حمايان لما بحيان لق حمايان ولئن قتلوا لا ينصرونهم نه وحي جوابتا يتضنبو وإن قتلتم لننصرنكم أيضا نوحى لئن ولئن قتلوا هدل لدك على ما لا ينصرونهم أهي للمايا طيب هدي بردبهان انتين نفس كديان أي بأهي ليان وصفك سوق لان ودقال قلان الله حليه تبارك وتعالى مركاسي ويحرريان لأن فليني مذو ذا أصلا يعني منافق وفلي منافق وفلي مرك فلي نمد الدرادات ما استاجي يعني مركب الدبادي تشيدين يعني ويعرر يعني حتى هذا يدقال كي مادام هدي أي عررانا أما أي دقال كسوق لنا هي له لي مايا لا ينصرونا حق على اللوجه هي لين مايو قرب على هلي مايا سداس درادات ويتشبع يعني لا أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون مركو اللجوية ذا سوي منافقوا اللجوية عربا أنتو لحستاتي لباتضة ويدقالك قلان بلنقات كيسكو قلان كدبين وقبح واصل صعوتا سيدا والا تعليقين دولا محاد عي وين الأقوه اللينا ينون الدقالك أسو قلينين وارك عيدا ويهيستان وبواهيستان ويحي لغو الدقال من الهواها يستان محاو دي دي لأنتم إذن كمسلمين تابو ألي أيا أشد أضيق بدن رحبة بنك بقدنت في صدورهم لابوه لحظوه دا من الله من رحبة الله عبسيدة إلهي حقه عبسيدة أي إذنك إذن كقباني لابتو دا كوشرت أيا كوي وكدرا عبسيدة إلهي لغا عبسيدة وإذن كبقى يوم ذلك أرن كاسنا بأنهم صوبتي سوحوا بأنهم يجوا قوم قوموي ولا يفقهون أو حب فهمين وحجرد ما وحب ما فهمي بمعنى عبسدة أي مؤمنين تكبقيان قلب جود كشرت أيا كدرا عبسدة إله اللي جبقه معي إله عظمة دي سوين كيسي ومور ما يسنا سيدا استردت مخلوق قاسي مركا يا هيان يا مؤمنين تايس هيان يا دجالكا يا قلبي غود كوين عبسيديس مر هذا عبسيد هير كا جارسيس انقبانا ما إذن لا دجال مايا ونا صهيلين مايا يعني دجال سوق اللي مايا معنا ولا تعليلين يا الله وحول تبارك وتعالى وحك يعني إن عبسيد إذن كا إذن كا قبانا قلبي غود كوشرتو أي كدرناتو تألا الله جبقو محاك يعني وحاكياني فقه لآن وحبينا فهنسني هذا إلهي عظمتي سفهنسنان لهايين سنن كالربنا أي فهنسنان لهايين وأي رميسنان لهايين عبسيدة إلهي اللي قبقو يا قلبي قوذ كوينان لهايد وكاقوينان لهايد عبسيدة الضومد اللي قبقو لكن محاكياني إنو ميزان كوذ إسبدلو أي كبقان الضومد بقدين إن إلهي كبقين علشان يوحوي فقه لآن يفهم لآن يا إلهي يا عظمتي سويسن كرنين أي أرنكا كينوي معنا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون
halka waxa laga qaadan bay leeyahay culimadu cabsida bini aadamku sidoo waa shay dabiici ah inuu ka baqo wixii dhibayo dhan laakiin heer inuu gaaro inuu cabsida ilaahay ay la yaraato oo cabsida makhluuqu qalbigiisa ku weynaato taa iyada ah waa naqsi weyn waay waata ilaahay tabaarak wa tacaala فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله عبسيدة إلهي اللي قبقوه كلا بيدتك كبقيا مركا مهبونة تاس روح إلهي يقانوه وربي يقانوه عظمة ديسي أود ديسي قدرة ديسي يقانوه رميساني عبسيدة اللي يمد مخلوق مصمو إنو تمخلوق كهر مريئ إسكبداي لا يقاتلونكم جميعا فلين مدو ديبا لغسي شاكيني أما منافقين تيده أما منافقين تيده يهودي أسكو جرده لا يقاتلونكم إذن لما تقال ميان جميعا أيقو إذن حالي وذكران إذن لا تقال ميان إلا في قرآن إلا دقموين لحظوة موية دقموين لحظوة إن يكون تقال ميان موية قريوين كاسو محصنة لإلالي يعني الحريو أما جدد بالغورج أما الدربية الغورج يعني وحوي مال ديجان أه أو إذا قدام الرفيسيو يعني جدد يلوحري هل كان هنا كذا علمان وحكسو ترتوران موي فول كفول إذا لما دعا لهم كره أو من وراء جدورين أما دربية قداش شو ذا هنا إذا كلا دعا علمان موي دربية قداش يصير وحكسو ترتوران موي بأسهم يعني دبات هذا oo baynahum dhaxdooda ahatay shadiidun mid daran waay baasiga ama dagaalka dhig ama dhib oo dhalde dhibka iyaga dhaxyaal iyo dagaalka dhaxyaala ayaa daran oo iyaga laftoodu isuma fayooba tahsabuhum wahadum malaynaysa jami'an inay wada jiraan ku wada jiro midaysan baad moodaysa wa qulubuhum wal hal qulubuhum qalbiyadoodu shatta ay tahay mid kala tagsan oo aan wada soconin ذلك أرنكاسنا بأنهم سبب تزحوا بأنهم يجوا قوم قوم ولا يعقلون عن عقل لهين وحفهمين فلن يمدوا ذا يضد محمد وضع وحكم ذا إن أينن يجوا وذكرة منافقين تي يهودي أينن سي توسع أو فول كفولة أو مبارزة أو بنان كاليسو صبحا إن أين إذن لد قلمي كريم لا يقاتلونكم جميعا haddii noqoto inay dagaalamaan waxay uun ku dagaalamayaan meelo adag oo deegaamo ah oo dhufaysiya oo darbiye lagu wareejiyay oo godad lagu wareejiyay meel inay galaan waa ama darbiye gadaashooda inay wax ka soo tuuraan waa laakiin inay idin soo banbaxaan taa iyada la sugi maayo waa maxay wax weeyaan waxa la tilmaamaya ma aha waxa saayelayna tabar darama ما هي تور دري ما هي عيد أنها يريهن ما هي هو بها يريهن لكن وحوى وفلينه قلبي جي وندي لقد قال لهم لها أيين اللهين ويا معنا سداسوي طيب مركي مؤمنين تو مؤمنين دبيهن أو إيمانك كرر شيئا يا شرح الله الرحيم ديسا سدا دب قال دوا كبغضا لكن مركي مؤمنين تو إيمانك ودو ضعيف ودين تجرم مران وسوى حكر نقدان مركي سوى حين نقول يا مركي حد بسيله ni walba marka hun guriyeeyay noqonaya sida maanta taagan oo kale dhaafigaas marka iimaanay Allah wuxuu tilmaamay tabaaraka wa taala ba'suhum baynahum shadid ayaga dhaxdooda dhibaato taala ma yahoodi iyo munaafiqiin tiiba ma yahooda dhaxdeeda ma munaafiqiin ta dhaxdooda isku ma aadana ayaga laftooda dhibaato dhaxdaala oo isku qalbi ma ah وأمد الرب تبارك وتعالى أو معناه بيلكل كتل يعني ماشى يعني لحظة وضنا إلا ويس دلان ويغلف تهضو ظروف تنقون على ودا نبا يسوك يسمو إيه لكن وإسلاين يعني وقيسس كان يهودا وحي لك الصفنا ينسي ضو ضبا قيسس كي أوس يخزرج بي لك الصفنا مركزا انت اسكود دولان بي إسلاين شرين اسكال قفالان شرين وتصورة البقرة إلهي كل شيء تبارك وتعالى مركي انتي دقالمانو اسدلانو اسبابيانو وحكال قفاشان بيهدنا كوي لغا قفاشي سودين تودي بيهدنا دادالو قليا ها أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وكوي لغولها
marka ayaga dhexdooduna isuma fayoobo quluubtooduna ma wada socoto wa quluubuhum shatta badalkeeda waa ka ilaahay muuminiinta nabiga raacsan ku tilmaamay wa alafa bayna quluubihim quluubtoodu way wada jirto way isu dumnaydo way midaysnayd ciidanku markuu qalbigiisu midaysan yahay oo nool yahay oo qadiyad leeyahay oo qalbiga ka fayow yahay buu dagaalamaa laakiin ciid aan fayoobayn dhexdiisana kala shakisan oo aan isu fayoobayn oo isaga laftiisa balaaya dhex taallahay shaki ma laha inuu jabayo asbaabta marka ayna u dagaalami karin baa la tirinaya macnaha arrinkaa maxaa keenay oo sababtu tahay sababtiisu wax weeyaan waxbayna garanayn meesha waxaa laga garanayaa ummad aan midnimo lahayn oo iyada dhexdeeda dhibaato taalo oo quluubteedii kala jeedo bimacna wax weeye caqligii iyo garashada ka maqan laana garashadii iyo caqligu waxay keenaysaa aadamaha awooddiisa iyo xooggiisu waa inuu midoobo waa inuu wada jiro waa inuu wax wada qabsado waa inuu isgarabsado waay taa hadduu ka tago bimacna wax weeye garashadii buu ka tegay caqligii marka ma shaqaynayo sidaas laa yuqaatiluunakum idin la dagaalami maayaan jamiican xaalay idil yihiin ilaa fii quran degmooyin dhexdooda mooye dhexdooda mooyaane muxasanatin oo la ilaaliyo godod iyo derbiye lagu wareejiyey aw ama samin waraa'i judurin ama derbiye gadaashooda inay idinkala dagaalamaan mooye ba'suhum balaayadoodu ama dagaalkoodu baynahum dhexdooda ahaaday shadiidun mid adag weyn iyagaa balaaya dhex taalla iyo dagaal iyo aafo taxsabuhum waxaad u malaynaysaa jamiican kuwa wada jiraad u malaynaysaa walxaal quluubuhum qalbiyadooduna shata ay tahay mid kala tagsan dalika arrinkaasina kala tagsanaanta wey biannahum sababtu waxay biannahum iyaga qowmun inay yihiin laa yacqiluuna aan wax fahmaynin oo wax garanayn kamathali aladiina min qablihim qariiban dhaquu wabaala amrihim walahum cadaabun aliim kamathali shayaani id qaala lilinsaani kfur falama kafara qaala inii bariu minka inii akhaafu allaha rab alcaalamiin dhacdadaasaa u dhacday oo qoyskaasi ree yahuudeed ree bani nadiir ku dhacday ayaa waxaa lagu gabagabaynayaa arrinkoodii qisadoodii xaalkoodu laba tusaale laga bixinaya tusaalaha koowaad waxaa lagu tusaalaynayaa qoyskii iyaga ka horreeyey ee yahuudda ahaa ee ree bani qaynuqac een soo sheegnay wixii ku dhacay baa iyagana qabsaday tusaalaha labaadna waxaa laga bixinayaa munaafiqiintu lugooyada ay ku sameeyeen waa lugooyada shaydaanku bini aadanka ku sameeyey labadaa tilmaamood baa lagu gabagabaynayaa qisadan ma kale ree bani nadiir iyo dhaqanka munaafiqiintu kula dhaqneen mathaluhum kamathali ladii waa mathaluhum sifadooda iyo xaalkooda iyo qisadooda cajiibka wax weeye kamathali ladiina kuwii sifadoodii oo kale weyn oo min qabl iyaga ka horreysa iyaga ka horreeyay qariiban yacni wax wey mar dhow saman dhow ama waqti dhow kuwii iyaga wax yar ka horreeyey sifadoodii xaalkoodii oo kale waay maxaa sifadoodu ahayd daaquu way dhadhamiyeen wabaala amrihim arrinkooda cidhib xumadiisii bay dhadhamiyeen cuquubadii xumayd ee ka dhalatay tilaabaday qaadeen ayay dhadhamiyeen warahum waxaana u sugnaaday cadaabun baa u sugnaaday aliimun oo xanuujiya u sugnaaday min qablihim wax weyaan waa dhimanka la yidhaahdo siday mufasiriintu u badan yihiin waa ree bani qaynuqac waa qoyskii aan sheegnayo markuu nebigu dagaalkii beder ku adkaaday oo uu ka soo laabtay ayay waxoogaa dhaqdhaqaaq bilaabeen markaasuu nebigu la kulmay sal alla alay wasalam wuxuu ku yidhi quraysh waxa ku dhacday waad aragtaane kaadsadoo tartiibsada buu ku yidhi markaasa waxay yidhaahdeen annaga ma waxaad mooday waxaanaan dagaalka aqoonine taxbaanka ehe muxuu adlaysay baadna moodaysa waad arki doontaa ta isku kaana taabato wax kugu dhaca markaasuu nebigu sal alla alay wasalam yidhi magaalada ka baxa magaalada deganaan maysaan ballantii baad ka baxdeen way qaxeen marka qaxii ku dhacay ree bani qaynuqac iyo qaxa ree bani nadiir ku dhacay waa isku mid marka qoladii iyaga ka horreysay ee waxay sameeyeen midhihiisa goostay xidhib xumadeedii dhadhamiyey ayay kuwani la sifo yihiin oo xaalkoodu la mid yahay mathaluhum sifadoodu kamathali ladiina kuwii sifadoodii xaalkoodii oo kale weeye min qablihim hortooda ahaa qariiban waqti aan fogeyn
ذا قوي دردميين ويقولون وحي أهين دقال كي بدر كدب قولوذن ريب حتى ريبني النظيرنا أيقون وحي أهين دقال كي أحد كدب لا بس أنا بسنة دي وحباق بحي ريبني قريضة أو قيسكي صدحات أنا نبي صلى الله عليه وسلم مركو قليه ودقال كي أحزاب صدح دقال أقوى وإناء أي مدبا صدح دو قيسي مدبا قوانكو يوكدن بي أرنكو دوكدن بي قريبا وقت ذا قوي دردميين وبالا امرهم ارن كود خلب حمديسي بيد دمين حقوقدي كدبرتي حميد كدلتي حميد بيد دمين او ارن كود مخو اها كوان كاي قاتن وي بلنتي جبيين ولهم وحا اسونا دي عذاب با اسونا دي اليم او حنوجيه تمثل الشيطان الكن وا منافقين تي ييغونا سيدي اي كو سميهن نيمكا يهودا مثلهم منافقين تصفاتهم كمثل الشيطان الشيطان سفدي سوكلوا حال كود وحال شيطان وكل إذ وقت أقو الصفاء قال أويري للإنسان إنسان كمركو كويري الشيطان كي أكفر كفري قالوا فلما كفر مركو قالوا بي أو قال لماذا قلي قال وحيري إني أنه بريء مد بريء أبانه منك أحقاك وكافقه إنك لدى بناك يا عمر إني أنجو ما هذه قحرني هذا بيجلي إني أنجو أخاف الله الله أنكبقي رب العالمين أونك ربي وضع فكان مركوحه هذا عاقبتهما شيطان كإنسان كل ميي لوضع ضبع قريبته هذه وحي نقطي أنهما أيجو في النار النار لحد هنا هذا خالدين حال كواري النار تفيها لحد هذا وذلك أرن كاسنا جزاء الظالمين ظالمين تأبال كودوه منافقين تي عبد الله بن أبي إيو منافقين تي لسعودي سو قويس كان مين لهم تقالما ويدن لجرناي مركي هاوشي بلابطي أو لهريريينا سو قرب كودو مين قبه ومين أوسو كرمان واي معنى هذا واحد يقود بي كردين بلن بيانا يقادين markay dab noqoto wixii sameeyay ay dhayn ay sameeyeen waxay ka waayeen wixii ay u sheegeen iyo balan qaadkii taasi waxay markaa la mid tahay bini aadamku shaydaanku sidoo bini aadamku ula dhaqmo kale shaydaanku bini aadamku muxuu ku sameeyaa xumaanta uu qurxinaya faa'iido badan buu ka tusaya waxaynan ahayn buu u muujinaya markii uu xumaantii galiyo gaalnimada galiyo oo macsiyada galiyo oo uu ku hubsado أي مركا وحوليه هاي كمتشي ربطان إني بريء منك بريء منك هاي ورصوديك إقليمة أو بلنقاتك إسيي أو شئيشك إني محانت هاي وإنا إقرب إستاقيس وآي وحي ما يا إني أخاف الله رب العالمين وشيطانه وقرما دي لايك بقضي إني أخاف الله رب العالمين حولك يعني علمات وحيد هذا قارنة وشيس جيس بيكتاي دين قارنة قارنة ما هي cabsidiisu wax weeyaan markuu arko xaal dhab ah wuxuu is yiraahdaa warama hadda xuquuqada lagu soo dadajiyo ay baashu ku qabsataa marka waa cabsii dhab ah uu carara marka waa lugooyo shaydaan sidoo dadka u lugooyo oo uu godka ugu rido dhoobada u dhex fadhiisiyo kadibna uga baxo saas oo kale munaafiqiintu ku sameeyeen nimankii ahaa reebani nadiir marka wax weey iyadana tilmaanta labaad ay leeyihiin way macna tayib dhaqankii saas سورة الأنفال وكإله إنه وشيء تقال كي بدر تقال كي بدر مركي أي قريشي قليسي انتو أضي إسكا صوردقي وقبيل قبائشة كم دا أضي سلطان أم أغاسوه قامية أو شركو دي كسو قيب قلي أيو حكوير وردقال كلا محمد دقال كيسا أنيقو أو انتاسو نيوتنا وإن كلاسو قيب قلي ما أنت يا الله كله تجد محمد يو كواحد الله صعده أم بابين ورأضيجي ريه بالبابا إن الله صعده ريه بالرب أم بابين الله صعده دجال كي نجلي عليه مركو دجال كي باللودي وحاجد وخدارات وين ملاكتي دجال لما يسوع دكتي أيو نكي أضيج أها عجاه وحكدي عر وركاسي دبا أردن وركو آوي ورصودي نوبل القاضي ورحجاده صعده سيدنا كلام مركو حري إني أخاف الله إلهي ما قبى واحد صعد مارداني محوه هاي مع السلامة
قريش إيه وحوجا إلا السعودية بالدجال كي قبضة مرك إزاجنا ماشوا كذا حر إلا وحر بينه الدجال كجلي صوما مركي الدجال كو بالودان السيدي وكجبح مركا دقن كمنافقين تي دقن كشيطان كاسكوا طيب آخر مركا لتجنا بين آدم كي ولجوي ومحوا هاي قال لماذا الجلي ومنافق لماذا الجلي ومعاصي الجلي مركا إلهي اللي هرتقو وحولي هاي شلي وحبان كوشي لكن ما أنت وكجبح هذا ليس دبر ميانكو قصبي ما عقبانكو قوم قولي مايا انتان كوشي كيسو ماذا نراحن ها تيوكو كيس دبر مرك هذا يكوتا على واحد كيليس مرك دقن كاوا دقن منافق واي ودقن شيطان هي دقن منافقين ومنافقين تو قولا دا قولا دقبين معنا طيب قصة الشيخان كتب تفسيركو ومحوة هاي ماشا كسو أروريان أثر وإليهن وحو كقصت الشيطان وذات صوفي هو دور قلع وقسية قسيسة ودور كايسك عبادة استا أيو سيوال بإنتو يالو لين عوال بكامر يقو كريواي شيطان إنو الضوف صدا اللوبيو كريواي هذا هو مركب وحو سمي كدير بوصو مري إسلام ذاتك ميشا كنو لا كمي أيو إنتو قلعي بوالي islaanti markay waalato isku dhaxyaad ayuu wuxuu u tagay walaalahaad markaas wuxuu ku yiri islaantiina idin gabadhan idin ka waalatay wadaadkaas sawmaad ku jiray meesha ku cibaadeysanay ayaa diin saari diintiisayna ku bogsoonay u geeyay islaanti walaal soo qaaday meeshii baa la keenay wadaadkii warwaraad oo noo diin saar baa leh islaanti waa diin saari buu yiri meeshii uu ku reebtay oo waxa markuu diin saaray markaa cajabisay ilaan haweenay iyo nin meel ku xidloway wadaad baa noqdeen shaydaan baa ka dhex shaqeeyso baa meeshii uu markii suqray wadaadkii islaantii waa farxumay markuu farxumay kadibna wuxuu yiri yaan lagu arkay intuu dilay buu hadana aasay markuu aasay yiri islaantii waa dhimatay oo de waalidii bay la dhimatay oo waan aasay oo ni wadaadana uu ahaa warkii waa laga rumaystay intii markii uu dhacday ayuu u tagay nimankii uu wiilashii ay walaalaha ahaayeen markaasuu ku yidhi islaantu ma dhimanine wadaadku isagaa dilay intuu farxumayay buu dilay meeshaasayna ku aasantahay nanaamkii meesha ka dhisnaa bay u tageen wadaadkii baa lagu soo duulay waa la qabtay markii la qabtay buu haddana wadaadku u yimid waa kii geliyay uu shaydaanki baa u yidhi markaasuu ku yidhi maanta shalayna anaa ku geliyey maantana aniguba ku badbaadin karaa marba inaa ku badbaadiyaha aniga ii sujuud buu dhahay hal mar ii sujuud waa ku badbaadinay wadaadna fahisay haddii uu sujuudi soo baa bal baxsuu isii yidhi markaasuu u sujuuday markuu sujuudiina geliyey ayuu markaa kadib wuxuu ku yidhi maca salaamati ilaa xifdika maca salaama kala tagnay buu marka hadii uu xataa marka ku guuleysan waayo jidheer buu ku soo mari oodan adigu garanayn qiso noocaasay sheegaan oo kutubta ay tafsiirku meesha ku soo aruuriyaan hadii uu duufsaday oo marka uu la gooyey fa kaana caaqibatahuma annahuma fi nnaari khaalidayni fiiha shaydaankii iyo aadamihii uu duufsadayba cidhibtooda dambe marka waxa weye naar bay noqotay oy ku waarayaan daalimkana abaalkiisu waa sidaa shaydaan iyo dadku duufsadayba halkaasaa marka lagu gabagabeeyey qisadii ay suuradda inteeda badan ka hadlaysay suuratul xashri meesha magaxeeda laga qaatayna waa xashrigaas qisadaasi markaa duruus badan baa ku jirta oo muslimiinta iyo muuminiinta waqti kasta anfacaysa yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltanduru nafsu maa qadamat ligadin wattaquu llaha ina allaha khabiirun bima tacmaluun yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow xaqa rumeeyeyow ittaquu llaha alle ka baqa waltandur ha fiirisa nafsu nafi ما قدمت وحي هرمرستي لغد بري هرمرستي واتقوا الله على إسكتشرة إن الله على خبير من أقوي أو كن أق بما تعملون واحد سمين إنسان ولا تكونوا هاننا كالذين كوي أو كلي نصوا هالمامي الله على فأنساهم أي فأنساهم أوها المنسي على أنفسهم نففي الكود أوها المنسي هذا الله المامين taas sababteeda ayuu naftooda u halmaansiiyey ulaa'ika kuwaasi
هم يجعيا الفاسقون كوا إله داعديس كبحيا. لا يستوي مسنا أصحاب النار نار تتكيدو وأصحاب الجنة جنة تتكيدو مسنا أصحاب الجنة جنة تتكيدو هم إيجا كليغود با الفائزون كوا الليبانية. ودردارنا قصة هذه لسورة مهي الله تبارك وتعالى دردارن كونو سينا يا دتك مؤمنين تا وحال إليه الله كبقى الله كبقيت بادو حكو قاريسان إيو إن أد نفتين الله حساب تنتان وقوش عدو قيننا وحي كرسة الإنسان تهي كل بقياس دي إلهي أد كبقدان ربينا أد كبقدان تبارك وتعالى ليبانتي نورن بانو كرسة الإنسان الله كبقى والتنظر نفس ما قدمت لغد بالرداء سوى حلقة ودا وقيامة دا. لأن الدنيا دورنا ومالين مالين كمالين كحيقان ومالين كآخر وبرري مرك وحبرري لوغا حبرة يسيدوك الوي دودة مرك مالين كمحا ظهر مرسطي في ريو حسابتا محا كويا لا محا خسنة دكو قجرة محا تكو تلقشن تهي محا ظهر مرسطي يعني هل كافيري هذا يوحكو هر مرين ودوحميش كويا لان دلال كوات هدي أد أوجاتو مركز حساب سنتو إصلاح حساب سنتو هدي أد أوجاتو إنا إنا وحبذا كوؤ لنا استبق قبوا أنت فرصة هاي ستو حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا إصلاح حسابته روح هدو إس حسابيو أسوق ميزان كإستار أدونك أنتو تشوفوا حسابته آخر أفضلات لأن والروح وحكت على جلي وقرشي استي حديث لكن ويسهل ما ما وصل حسابته أدونك أنتو تشوفوا حسابته آخر أتكاته مرك محاكا هرية أو كويال روح البهافيرية وي معنى واتقوا الله ولا سعليو ولا أتكينيا إلهي إسكتشرا الله تبارك وتعالى بما أوحى تمينيسان وأكسون يهي وكن أوجيه أبال كيسان وإذ المرين دونا كذب أوحى ليلي ولا تكونوا كالذين نصوا الله هنقونين السدو كوى إلهي هالمامي أوكالي إلهي رومين تيسا حسكيسا عباداديسا طاعديسا كوا هالمامي وإسكت تقون ضنينين هالنقونينا هذا إلهي تبارك وتعالى أمر ربك آذ هالمانت ما حكر لنا وحكر لنا إن إلهي كو عقابه إنو كو هالمانسي النفط هذا نفط هذا سيدو هالمامي مصالح هذه الضنحة قيبا لو هالمانسينا لو قرمرنا ويحي كو أنفع لها aya laga jeedinay markaasa naftaadii iyo waqtigaagii iyo juhdigaagii maskaxdaadu waxa galaya wax uu muxuu ahay aan dani kuugu jirin dantaadaba ma maanta dhan iyo caawadan waxaad ka shaqeynaysa waxaan dani kuugu jirin adduunkaagii aakhiradaad dani kuugu ma jirto marka wax weyn naftaadii baa lagu halmaansiiyay way fa ansahum anfusahum maxay ka dhalatay waxay sababsatay allihi ku abuurtay ba dhikrigiisi wuxuu ku abuuray baad halmaantood ka tagtay waxa ka dhalatay in adigana dantaada lagu halmaansiyo oo aad muxuu ahay meel ila ku baabado kadibna ay ku dambeyso tii aakhara ku dambeyso marka xuska ilaahay iyo dhikrigiisa iyo xusuusii daacadiisa ku dadaal si danahaaga lagu waafajiyo iyo masalixdaada macna waxa iyadana suuratul tawba ilaahay ku sheegay munaafiqiinta markuu ku hadlaayay ka hadlaa yuhri nasullaaha فنسيهم إلهي به هالمامين كذب نأيجا إلهي ويسجد تجي هداد إلهي دنايس الله هداد دنايس وكو دناينيا الجزاء من جنس العمل واه سادو لقنتال لغو لدغمي هداد دنايس ولو دناين هداد وينيس ولو قدرين هداد إكرام تو ولو كرامين هداد كتشي تصد سجد تكت ولا جات تجي وحول لغو فلما يا كاجد ضبحون ويمر يا كاجد ضبحون لأن إلهي يحب مجرسين كرنصوما dibna uma geysan karno dheefna uma tar karno waa adigii dantaada marka maslaxadaada garwa ulaaika humul fasiqun kuwaasi waa fasiqiin ilaahi tabaaraka wa taala halmaamay danahoodii la halmaansiiyay iyagana alla meeshan wax kadib wuxuu ku taqriiriyay laba qolo ma sinna dad naar galay iyo dad janna galay ma sinna jannada dadka galay baa liibaanay nin naar galayna waa cadaaban yahay labadaasi ma sinna mana sinaan karaya allah tabaaraka wa taala na ma simin meela badan ba quraanku ku tilmaamay dadka xun xun iyo kuwan wanaagsan ilaahay marna inuu sansibin ha masina adduunkana ilaahay agtiisa kuma isina
آخرنا ما بس نان كرانو النار بيقول عادي قلنا تشني برواقي عادين سداس في معنى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هدان سودة الله هذا القرآن قرآن كان على جبل بور كركد لرأيته وذ أركل هيد بورتي خاشعا أسقو خشوع سن أدل ليس بذ أركل هيد متصدعا أدل دلاعية كلا فلفليد مية من خشية الله حبسيد إله درته وتلك تاسنا الأمثال إمامها تصال ياشا نضربها ويلينا وعدينينا للناس دتكي بانو عدينينا لعلهم يتفكرون سيئوا فكران قرآن كا عليس كيس يا عظم ديس يا سامين تيس أولي أيام ياشا لقوت الماميو وحا نلك كوركي سيالا وحا أغو أذك وابورة بورتاد أركتين يقلق حان تيدا هذه قرآن كان لغو سودة جين لها أو أي فهم لها بورت عبسي إلهي بي لدل دلاع إله أو أي لخشوع إله يعني لغا حاسي أذك أيو قرآن كو سامين لها مركزا وينن كيسي يحوليس كيسي سامين تيس بربورين لها أو لخشوع إله درحيان تيبورو marka quraanku saameyntaas u leeyahay maadaama uu saameynta leeyahay saameynta uu u geysanayo dhagaxa iyo buuraha u geysanayo qalbiga bini aadamka soo inuu geystama xubinka jilicsan saameynta iyo wax ka badan inuu geysto looma baahnay marka marmarbu marka qalbiga bini aadanka adeegiisa iyo qalafsanaantiisu waxay ka darnaanaysaa buuraha iyo dhagaxyanta suuratul baqara wa ka ilaahi noo sheegay tabaaraku ta'aala ورب تبارك وتعالى إنه شيء قصدي معه ريبني إسرائيل يعني مركي نين إسكت دلين وكدي من اللي يدي سحق ورعا ويسؤال بدن ككينين وسؤاله لوغة شوابي ويسحق ورعين وميت كيسون أولا دي وإله آيات كيسي أي أركين وحمين كو قادة ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله أحيانا تقارب انتي تلدلاحان با وبياش كبر خانيا وإلمو أي إلمين إلهي درتي لا إلمين يوم قارب إلى الدردرة كإيمانيا قارب انتي إسهين وآيان bay buurta korkeeda ka soo dhacayaan xabsi ilaahay daraade bini aadankii rawaaka waa soo taagay quraan kasta ku akhri waa xifdisay wuu akhriyay waa lagu dul akhriyay meeshiisii buu taagay soo qalbigu kama adka marka dhagaxa kama adka quraankani marka ma sahlana siduu yahay hadii loo fahmo oo saameyntiisa uu bini aadamka ku yeeshay sidaas oo kale u noqonaya ishu waa ilmayn qalbigu waa saamoobi noloshii waa isbedeli لكن وقورما وقورت القرآن كسامي سامين تقرآن كون بعد التوفيق لا وحب أن تين أتفهم سنتا معناه إن أتفهمته هذا القرآن كيف فهم سنين سيبوا قلبي جاك أسامين هو أخرنتي ألفاظ دين أتسجع بعدي ستموي لكن سامين تي سمي يلاني عليه سكول هانا نلاش هذا قليل ما يمعنى لكن إلى القرآن كون أول شيء سورة مزمل زماي الله وحكمت المام قول ثقيل أينويا وهذا العلوس نبي جاء نمرك ووحي وكس عضو وحي ومرك وكدة جاي نبي صلى الله عليه وسلم إسبد إسبد الباكو دعيت مرك القرآن كله شيء جاي شير كيسون وعسلان شري سحب القار كم إذا وحي ليهن نبي جاء وحي وكس عضو بوداد لقتي سائيا لقتي إذا دول صارني وحي سكتي ولو لقتي إذا إنه بربر تبع عليس مادينا وليه عليس معنوينا وليه مركا وحي أبه أنت ورسامين تاسي قرآن كبورها يعني أحيانا تقص مين لها إنكي هدوه نقص مين لها إيش نية قلبي جانية نوشة دي وحكب دي لا إيه سوى حين جاية وإلى نسوي ديننا مركا محا إنا قم مقان محا كام مقان وقرآن كوسا مين لها سيدا سوي معنا لو أنزلنا هذا القرآن
القرآن كان هذا سودة جلهن على جبل بور كركيد على رأيته بورته وأدرك له خاشعا إسقاط خشوعا أود ليسن هجنية متصدعا أود الدلاعي في الفلير مايا من خشية الله عبسد إله درادت وتلك تاس الأمثال تصال ياشا نضربها وان عدينينا ويلينا للناس دت كانوا عدينينا مثال الذي تصال ياشا القرآن كان يفهم وما يعقلها إلا العالمون أقونت يدين الله هو لعلهم يتفكرون سيئوا فكران مركوا حينوا بأننا إن أنفكرنا قرآن كأين كفكرنا أمثاشية يستالياشي سنة لغا فكروا آد مسكحة اللغة الشقيسية سيسامين تيو سيرت اللغة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سورة دوحة لغوك بقبينيا الله تبارك وتعالى مقعيديسة وصفات كوديحا بارسان هي خلائق ذو وحى ربي تبارك وتعالى كم مذيع هو الله 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 هو إسوع الله الله لا إله هو إسوع الله الله الذي متكوي لا إله وحول وعبد وسنجر إلا هو إسوع موي عالم الغيب وحا إذن كم مقنا إذن كقرصون متك أقوى والشهادة إيا وحا قوب تشوكي الأركيسان لبضبو أقوى هو إساقو الرحمن ومتك النحريست كسفيسان أما النحريست قودله الرحيم خلقي قيسان النحريست أما النحريست خاص كان بحيا المؤمنين تسيقون يقول النحريست هو إساقو الله ألي الذي متك وي لا إله إذ حق لقوع عبد أي سنشرين إلا هو إسقمه الملك وبقرك كون كما ملوي القدوس ومتك الظهير نانت بضن ونعيب لمن اللهين السلام ومتك النبت قليدة ونبت قشية ووحو كنبت قشية نقصي لمنان يأفو يوحى وحن إسقى أهين كوي ما دورن أيو كنبت قشي المؤمن ويا الله تبارك وتعالى وأمتك أمان قليا أما أمان سيا أدوم ديسا يعني وحوية من الأمن بالغة كان أما وأمتك أرمي مؤمنين تا المهيمن ويا أمتك إلالية أو وردية خلق جيسا أفعاشو دي وحي سمين يانا إلالية أو وردية العزيز وأمتك غالب كأه أو كأذك مخلوق يصير عدو الباء وأن لقعت كان كنوا لسكت هايكر الجبار ويمتك قصبي ضبضا ووحو الرب أدو مدى مرسية وكو قصب وكو مقونية إساق سيقال لمقونين كرين الجبار أما الجبار من الجبري بلغة كان يو ومتك هجاتية وإصلاحية أدو مدى أحواشو المتكبر ومتك إسلوين او اسكلوين وحكستون اقل من سبحان الله نسهيدا الله سبحان الله نسهيدا الله عما يشركون وحي لو داجينيان لغا نسهو لغا فوغي يعني الله ايا لغا نسهو لغا فوغي وحي لو داجينيان دغخيانتني اصنامتني مخلوقات كان وحو غدريان اي لبريهيان اي الهي وحو لها اي سينيان وحي الهي لغا فوغي وي لغا نسهو وي معنى ما مدنا طيب هو الله الذي لا إله إلا هو حلو بالله هو الله ومقع الله أما أسماء إلهي متك أي أوض النقطة ولفظ الجلالة الله ألا ومتك كلجي لعبده لا إله إلا هو معنى يدوحوي لا معبود بحق إلا الله إذ حق له عبده وعبادة دي سؤال قرتها وأن الله هاي المجرور معنا محل جو ضبر كل كلو لعبود واجران قار لقب عبودان قار رحيم بعبودان قار وداد قبر كشر عبودان قار جذي عبودان صوما لكن عبادة كوا العبود يوحي قرما صوما ولا عبودان لكن عبادة قرما عبادة ذكرتها يا إسكالي الله كلي يا إسكالي لا إله إلا الله معنا هو لا معبود بحق إلا الله عبادة إسقى قرؤله لأن عبادة ياله عدي وحبور تاله عدي أضوم هذا ما مشاه إسقى له
waxaan iyo adoomaha waxba haynin in la caabudo marka garma waa qalad iyo baadil waa waxa lagu bilaabay marka xaqqa alla leeyahay oo cibaadada allahaas cibaadada gooni u leh oo lala wadaagin yaa waay ilaan ma aragnay sooma waa inaan baranno marka waxaan ku baranaynaa magacyadiisa oo sifaadkiisa xambaarsan saasaan ilaahay ku naqaana aayadkiisa sifaadkiisa magacyadiisa baynu ku naqaanaa laakiin maynaan arkin marka waxa la ino sheegay magacyada rabbi tabaaraka wa tacaala oo sifaadkii sifaatul ulaasa xambaarsan macnaha cilmi baa lagu tilmaamay wax in aynu arkayne wax inala jooga iyo wax inaga maqanba ayuu ogsoon yahay waxba kama qarsoono waa ixaadatu cilmihi wa sacatu cilmihi wa taa waa lagu tilmaamay raxiri naxariis baa lagu tilmaamayo alraxmaanu araxiim waa laba magac laakiin hal sifay wataan oo sifatu raxma waana sifada aada u guda weyno allah tabaaraka wa tacaala naxariistiisu wasicad kula shay iyadana waa sifo qaali ah oo marar badan loo celiyo yacni waxa weeye sifaadka kale loo celiyo mar labaad baa lagu celiyey alle waa midka keligii cibaadada xaq u leh magacyadiisa waxaa ka mid a malik waxaa ka mid a quduus waxaa ka mid a salaam waxaa ka mid a mu'min waxay ka mid a muhaymin casiis jabbaar mutakabbir intaasi waa magacyadiisa magacyada rabbi tabaaraka wa tacaala waa magacyada lala baxo kuwa ugu fiican waay walilaahi alasmaau lxusnaa soo ma alasmaau lxusnaa magacyo kuwa ugu fiicnan maxaa keenaya inay xusnaa noqdaan lianna ilaahay magacaan macno wada nimaba lahaba magacyadiisu kulli macno qaaliya wataanoo sifaada macna sidaas daraaddeed ayaa magaca marka la sheego macno weyn baa ku dhex jira almaliku waa boqorka maamulo weye kownkan amarka iyo nahyiga iyo talada isagaa iskale cid kaleeto oo talin karta hadduu isagu diido ma jirto quduuskana waxaa laga wadaa alle waa daahir wasakh daaf xumo iyo wax xun iyo ceeb iyo cay iyo wax liita iyo agtiisa ma maro salaamkana waxaa laga wadaa bay leeyihiin waa lama isku macno dhow yihiin culimaa marka waxay u kala duwayaan assalaam waxaa laga wadaa quduuskana waa sifo asal ah salaamkana waxaa laga wadaa gadaalna ceebi kagama timaado ilaa waxaa jira shay hadda dhammaystiran oon ceeb lahayn laakiin gadaal ka ceebooba soo ma jiro bini aadam waxaad arkaysaa qurux badan oo qaaliya oo dhallinyaraa oo muxuu ahay dhalaalaya oo markuu waxoogaa da' qabato isku dhex dhacay baad arkay ood foolximadiisa ka cararayso soo maa marka assalaam waxaa la dhihi karaa si loo kala duwo assalaam wax weeyaan gadaalna ceebi kaga imaan mayso si ahaantiisana alla tabaaraka wa tacaala waa daahiro ceebi ma qabato iyo dhimanaantoona ayib almu'min waxaa la yidhaahdaa waa midka ammaanka bixiyo ciddii ammaan haysatana isagaa siiyey ama addoommadiisa mu'miniintaabuu u rumaynayaa oo mabda' iyo caqiidaday wataan iyo waxay sheeganayaan buu u rumaynayaa oo xujaj iyo adilu ugu rumaynaya muhayminkuna waxa weeye waa ilaaliye waa raqiib waa shahiid waa ilaaliye iyo waardiye waa qaa'im calaa afcaali khalqihi waa wax kastood samaynaysaan wuu ilaalinayaa waa la qorayaa waa ka warhayaa kama qarsoon casiiskana marar badan baan soo marnay waa ghaalibka waay waa adag yahay lagama adkaado layskuma taagi karo layskuma dherrin karay jabbaarku laba macnay u sheegaano aljabbaar inay tahay waa qasbid badan yahay oo wuxuu isagu rabo addoommadiisa marsiiyaa oo ku qasbaa mana diidi karaan si kasta hadday u xoog badan awood badan yihiin amar ilaahay oo kawniya ciidima hor istaagi karto jabbaar marka wuu marsiinaya ama jabbaarka waxaa laga keenay min aljabri baa laga keenayo waa islaaxinta wixii addoommada ka hallaaba ee ka jaba buu alla u kabaayo u hagaajiyaa taana waa lagu fasiraa mutakabbirkana waa isla weyno waay allah kibriyaa buu leeyay cadam uu leeyay wuxuu iskala weyn yahay oo uu ka weyn yahay wixii aan u qalmin oo dhan subxaana allahi camaa yushrikuuna marka war allaha intaasoo magac iyo tilmaamo leh miyaad dhagax idinka aad gacantiina ku samayseen baad wax la wadaajinaysaa dhagax adigu aad samaysay ama qori aad soo qortay ya ama wadaad shalay intaad muxuu ahay qaaday meydkiisii aada aastay oo dhulka hoostiisa geliyay miyaad allahaasi intaad garab dhigtaad wax la baryay oo wax la weydiisan oo aada isagoo kale ka dhigay subxaana allahi camaa yushrikuuna wax isu dhigma ma aha
يا وحي سود لك ما الله هاس يا دو ما ديزه وحكم الله حين كرام وحي إلهي لها لما سين كروي معنا هو يسوى الله الله الخالق وأبو الخالق وشانجويها الخالق وميتك بلانكريا اي شانجوي وحو أبو ري البارئ اي فلية وحي او شانجوي المصور اي صورو صور كسية له الله وحا أسونا دي الأسماء مقعيدي الحسنى اي أبونا كسنا مقعيدا يسبح الله وحا أتصبح سيد الله إساقه او نزاها ما في السماوات سماواتك وحا كسوغان ومخلوقاتك والأرض يدولك قديهس وهو الله العزيز وميتك غالبك الحكيم حكمتك كسف يسوى يعني وغالب أود بوليه لكن أود دي سميل والبمقليه حكمت با يا حكمين يسوى ماشي مناسبا بو أود دي سوى استعمال ربي تبارك وتعالى سيدة دبا أسماده يدو هي الصفات كالرب يجو يعني بدو البجوني دي سمعنا قيمة بدن قوة هذا نمر كي إسراعان أو يلبر نقدان أو يساسو كلا إسراعان معنيه معنى كقيمة بدن بيس ما ينيا هو يسحر يعني معنا طيب هل جو حال جو ده الخالق البارئ المصور وصدح مرع خالق هي بارئ وهذا يسوي مادان وحي كلا يالنا يا خالق وحلي ده شيء مرك الله سمعيني، سو مرك هوري بلان لما دتشي، بلان كيسة يسر قوين تيسة يتشان قوين بالله سمعيا، خلقي كمعنى هذا الجواب، مرك الله تشان قويه أو بلان كي النظام كيسي لدتشي سيد الله سمعين لها لها جاتشيو كدي، الله فر سمعيه، مرك كدي محكو حاجة، فلين تي سما، باري هو فلية مرك، مخلوق سيد النقاني، يسيد هاني، يسيد كليه ayuu marka uu rabbi jaan gooyay tabaaraku ta'aala markuu jaan gooyayna sidii uu jaan gooyay buu u fuliyay albari way markaa albari min albari ba laga keenay waa fariiga waa fulinta shayga aad fuliso waa laana waxa badan oo makhluuqaadkii aadamaha ku badan mid wax qorsheyn kara laakiin wuxuu qorsheeyay aan fulin karin soo ma jiro ni waxa laga yabaa haddii injineer ina tiraahdo magaalo dhan ii qorshey ii dej muxuu plankeed iyo nidaamkeed waxa wuxuu ku dejinayaa aanba suurtagal ahayn fuli marka tiraahdo ma fulin karo sooma laakiin rabbi tabaaraka wa taala asaga nidaamki iyo qorshahana dejin isla qorshihi sidiisi buu ku fulinay rabbi tabaaraka oo ku keenay albari saasoo almusawir ma waxa laga wada shayga marka la sameeyo waa in la siiyo sawir kiisa khaaska midabkiisa see sawirkiisa u dhigmaya midabkeebu yeelanaya sawirkana isaga bixiya wax isku sawir ama jiro sooma aadamahaad arkayse ee billioniska labo aan kala duwanayn ma jiro sooma mid walba sawir gooni ah la siiyay wuxuu ka kala kaga duwan yahay baa la siiyay makhluuqaadka kale warkooda iska bada yaa sawirka bixiyay intaas oo sawir oo kala duwan yahay heli karo bixin karay الله كليكي سوما المصور وشيء صفات كيسة هي الصورة وكجد وين هي مخلوقات ككله السجع هذا نسي ربي تبارك وتعالى أساس معنا طيب في أي صورة ما شاء ركبك وان صورك السجع الرب أي إسكا كسارة يوكو أبو ربي تبارك وتعالى مرك الله هاسي مرحيدا فراه بدن بولي هاي مرحيدا ربي تبارك وتعالى لما كو بكرو ويبدين لكن النبي كان يرسل الله عليه وسلم إن لله 99 اسما سقال يا سقاش أنا مرحب وقال لي من أحصاها دخل الجنة روحي كوبنا جنة وقال سقال يا سقاش كان مرحب إلى هذا نقول كما كوبنا وحاجر مرحيو إلهي ولخص نوضو حتى أوسن أدوم دي سبب الشيخ قار قرآن قال له شيء قار حديث قال له شيء قار إلهي بلق قون نوضي قار ملائك تايا قانا لكن انت إنك اللي نوشي قرآن كو انتو شيخ ما يرى الله مركب وحو مديه الا نزهو وحن ودي قلمين ودن لغا فغيهو بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء هلكن وحا ليرهدا سورتنا سوره الممتحنه مغا وحا لغا قادنيا وحا كو ايمانيس سوره دخدهدا دمرك مؤمنات كا مركي غالده كيمادان هل لا امتحانو سوره الامتحان قال دها مركه وسوره مدنيه اي سو دكتي هجرة النبي كذب صلى الله عليه وسلم طيب صواب بيلا هذا هي سورة نكسو دكتي انت بدلنا وحي كور رميسا
تير دحات كأي كوري س معناه ذو كوري سوح ويه وإن قال هذا لجوه دجالين إلهي الرسول كيسا هي مؤمنين تين لجوه الدكتور قال هذا لجوه مبادئ ذودي عقيدة ذودي إيجابا مبدأ أس وصورته أي كصورن تي صورة المجادلة المجادلة أنا كصورن صومين كصورن صورة دي هذا كدم بيسي وصورة الحشر أنا كصورت أي صورة أنا أنت بدن حوك ساري دونتها قصة هنا كنت ميدو صوبتي كوسا عرورتي وحي أهيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة كيسي ديداد أيوه قو أنصدي إنو كدو لمكة سنة كي لحاد أيو نبي عمره آدي مكة مركز قريش باحيست مكبرك عمرته يودي دير إنو قال حرمك نسو قلي ميسيد بيدا بناك جوك دقال بالو سكتي إلهي باكلا بدبادي كد ابناء وحي إرقي صوت ديرين نبي إرقي دي باوضا فريستي والا وضا حالي هشيس بالا قلي هشيس كا قدو بدي سوحا كم إذا سنة كي لحاد بالا قلي وحدي بيه قدو بدي سوحا كم إذا طبان سنو صوت صحوطا إنا الله دقال من أو قريشي النبي كو هشيان إنو سوح دقال دحمر قدو بدي سوحا كم إذا قال هذا دولك كنور إي قبائش كنور qaybti rabtana nabiga bahwadaag bay la noqon karaan qaybti rabana quraysh bay bahwadaag la noqon karaan qolo walba qoladay bahwadaagta la noqoto bay yey macnaha la xugumtahay markay ka soo wareegtay laba sano ayay quraysh balantii heshiiski jabisay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku aansaday inuu ku duulo marka madiinu jooga duulanki markuu nabigu qorsheeyay inta badan meel markuu ku duulahayo uu qarsan jiray meel kaluuna dadka u sheegi jiray wuxoogaa tawriyay wax xeeladeysan jiray nabi sallallahu alayhi wasallam sidaan sirta u bixin sirtu waa sir ciidan waay sir ciidan halis waay marka saxaabada qaar kamida baa ka war helay nabigu inuu duulan makka maagan yahay ni waxa kamida ha raga iyaga la yiraahdo Xaatib ibn Abi Baltaa ni saxaabi oo muhaajir oo ragii hore ah oo haddana Badr ka qayb galay oo ragii qaalay oo bilad geesiga wata kamida ayuu aha laakiin mamnuudka qaarkood adoo nin rageeda imtixaan yar kugu dhici kara Xaatib markaa wuxuu sameeyay wuxuu ahaa asalkiisu Quraysh ma ahayn Makkah ku noolaan jiray reerkiisi xaruntiisina Makkah kaga soo tagay laakiin reer Makkah ma ahayn oo kamuna dhalanin nin laakiin bahwadaag la oo la degan oo qaaraanka la wadaagu ahaan jiray markuu ogaaday inuu nabigu duuli rabo ayuu waraaq qoray markaa waraaqdaasi quraysh buu qoray ugu sheegayo inuu nabigu duulan ku soo yahay way ka diyaar garoobaan waraaqdi wuxuu u dhiibay islaam socota oo madiina ka baxayso maka u sii socotay ayuu waraaqda u dhiibay wuxuu waraaqda qaado hebel iyo hebel u geey islaanti waraaqdi waa waraaq sir ah waraaqdi way qaaday meel adag bay gelisay riwaayadka qaar waxay leeyihiin meeshan guntiga maradeeda googarada halkaasay gelisay riwaayadka qaarna waxay leeyihiin tinteeda tidaca tinta halkaasay ku soo hoday way dhaqaaqday markaa neef geelay saaran tahay sirtiina way xambaarsan tahay way dhaqaajisay Allah waxba kama qarsoone markiiba nabiga warba u yimid Malakul Jibriil baa u yimid waxa la yiri islaantaasi sir bay wataa ha laga dabato ha la soo qabto saddex nin oo fardoolay ah ayuu nabigu israaciyay Cali ibn Abi Talib Zubayr ibn Awam iyo Miqdad wuxuu yiri taga meesha la yiraahdo Rawdatu Khakh halkaasi islaan neef geela si saaran baad ugu tagi doontaan waraaqdi waad ka soo qaaday iyadan iska sidaaye fardihi bay eriyadeen meeshii markay tageenba islaantii waxay u tageen yaani neef saaran oo socoto way istaajiye waraaqda keen bay ku dhaheen war waraaq ma hayay tiri na waad haysaa keen war ma hayay alaabtii bay baadheen ratigii bay ka dejiyeen neefkii bay ka dejiyeen waxay wadatay bay baadheen waraaqdii bay ka waayeen waxay ku yidhaahdeen nabi maxamed been nooma sheegine ama waraaqda waad soo saari ama dharkan kaa dhigayna aday kugu dhex jirtaa
marka ama waan ka soo saarayna ama waad keenay bal wixii ii kaadi tiriyo riwaayad qaar waxay leeyihiin meeshan gunta abay ka soo furtay qaarna waxay leeyihiin wuxuu ga timaa intay dhulux istaagtay meeshan ka soo furtay markaasay waraaqdi u dhigtay waa tan jirtay markay halis dareentay waraaqdi bay soo qaaday nabiga uu keenay sallallahu alayhi wasallam waraaqdi iyagoo wada xaadib baa loo yeeray marka ninkii waraaqda qoray war xaadib warsee wax ka noqdeen war maxaa waxaan kugu kalif wuxuu rasuulka ilaahay ha igu degdegin horta ha igu degdegini bal horta iga wargur iga dhagayso ilaahay baan ku dhaartay horta ma gaaloobin buuri islaamnimada iyo diintaydiina kama noqonin gaalnimona ma jeclaanin laakiin duruuf baa ii geysa waraaqdan inaan qoro oo maxay tahay wuxuu yidhi aniga quraysh abtir iyo nasab kuma lahayn kamana dhalanin caruur iyo ehel iyo xoolana waa ii jiraan waxaan ka yaabay buu yidhi in ay ilaan idi difaacaysa ma jirto qaraabana meeshii ima joogto xoolahaygii caruurtaydii baan u baqay buu qoladan kula joogta ee muslimiinta ee muhaajiriinta ee kula socotae xagga maka aan iskala nimidna kulligood qaraabay kuleeyihiin oo qaraabadoodaa difaacaysa caruurtooda iyo xoolahooda aniga laakiin waxii difaacaya ma jiro waxaan isiriyi marka waxoogaa abaal intaad ku yeelato quraysh abaalkaasi caruurta iyo heerka iyo ilmaha ha kuugu ilaaliyeen gacan geysaan isiri buu marka intaasaa i qaaday caruurtaa iyo jacaylkooda intaasaa i qaaday laakiin diintaydii kama tegin gaalnimona ma jeclaan nabigu sal alay wasalam wuxuu yidhi waa runtii war ninkaasi run buu idin sheegay kana rumaysta wax dhiban ayaan loo geysan meeshaasi rag waxaa jiray marka waxyaalaha qaarkood aan u dulqaadani cumar baa soo booday waxay rasuulka ilaahay yow innahu khaana allaha warasuula waalmuminiin buu ninkana ilaahay waa khayaamay rasuulkiisana waa khayaamay muminiintana waa khayaamay qoorta aan u casaya igu fasax buu igu fasax kan lama dhowran kare sirtuu bixiyey sir sahlan maaha waa sir ciidan waay haddana waa sir rasuul waay soo maa waana sir ciidan siraha ugu khatarsan tahay nabigu wuxuu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam oo cumarow soo ma ogid ninkiinuu dagaalkii beder ka qayb galay beder raggii ka qayb galayna inuu ilaahay ku yidhi rabbi ku yidhi waxaad doontaan sameeya waa idiin dembi dhaafay soo ma ogid buu ku yidhi ninku manan ciyaaraad moodaysa ya bilad buu wataa nin yani la hollin kara maaha buu ku yidhi halkaasaa marka qisadu ku timidoo asagiina iyo wixii dhacay baa muuminiinta laga waaninayaa oo dhibaatada ka imaan kartay isayna u habboonayn ayay suuradda inteeda badan ka hadli doontaa yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow laa tattakhiduu ha yeelanina caduwiya cadowgayga iyo wa caduwakum cadowgiina awliyaa'a xigtooyin ha ka dhiganina kuwa aad isjeceshihiin ood u hiilisaanoo isku sirtihiin ha ka dhiganina tulquuna xaal aad ridaysaan ilayhim xaggooda bilmawaddati kalgacaylka aad u ridaysaan kalgacayl baad gaadhsiinaysaan ama tulquuna waad ridaysaan ilayhim xaggooda akhbaara nebiy nebiga warkiisaad gaadhsiinaysaan oo u ridaysaan bilmawaddati kalgacayl daraaddii idinka dhexeeya walxaal qad kafaruu iyagoo ku kufriyey bimaa jaa'akum wixii idiin yimid min alxaqi oo xaq war nimankan aad weliga ka dhiganaysaan xigtada ka dhiganaysaan wixii xaqee xagga rabbigiin idinka yimid nimanka diiday ee beeniyey waay diintaadi iyo mabda'aaga nin beeniye weli seebu kuugu yahay waqad kafaruu bimaa jaa'akum min alxaq soo qodo maa yukhrijuuna xaalay haddana saarayaan alrasuula rasuulkii iyo wa iyaakum idinkaba yay idin saareen oo dhulkiinni iyo wax idinka soo eriyeen iyo maka iyo dhulkii aad ku dhalateen iyo xoolihiin iyo caruurtiinni maxay idiin soo saareen an tu'minuu inaad rumaysiin darteed billaahi alle rabbikum rabbigiina inaad alle oo rabbigiina keligii rumayseen bay dembi idinka dhigeen dembi kaloo idinku soo saareen oo idiin soo eriyeen ma jiro ma kuwaasaad marka weli ka dhiganaysaan waay marka koowaad waa cadow alle marka labaad idinkana cadow bay idin yihiin marka saddexaad xaqa aad wadataan ma wataane way diideen marka afaraad waxay idinka soo saareen dhulkii aad deganeydeen ee ku dhalateen eed ku dhaqanteen ayay idinkeena idinka soo saareen rasuulkana ka soo saareen oy dembi idinka dhigeen allah keligii baad rumayseen sanamyadii iyo waxaan wadanayna waad ka tagteen bay dembi idinka dhigeen marka cadowgaa ilaahay idinkana cadow idina weli ha ka dhiganina in kuntum haddaad tihiin waay waxay ku xidhan tahay laa tattakiduu
حكدغنينا اوليها كدغنينا ان كنتم هداتين خرجتم كو بحي جهادا جهاد دادي كو بحي في سبيل جيدك اد كو جهاديسا وابتغاء مرضاتي هي رضاهي الرادنتي سدرتي كو بحي داتين هذا اني جيدك جهاد كي سدرتي وصو بحدين رضاهي ان رادنيسان سببتين وصو بحدين هي درتيد كو اوليها كدغنينا هذا دنك لهدين ماشي هذا تصرنا واد سيريسانيسان واد قرسانيسان إليهم يجا حقو ذا بالمودة كالقعيل بعد قرسانيسان يعني واحد قرسانيسان وإذن كتشرت كالقعيل يتشعيل وأنا أنقنا والحال باتسايليسان أنا أنقنا أعلم أنا ميتك أغان شهبدا بما أخفيتم واحد قرسانيسان واحد قرستين إيا وما أعلنتم واحد موجسانيسان واحد موجسانيسان بمعنى وحوي مركاد واحد قرسانيسو قال كان عدوغا الله تبارك وتعالى وكور هيا واحد قرصانيسو اي قلبي قاقا اوغوشي لعادو جيس اي واحد موشي صانيسان لبدا وايدين اكسوية مركا الله اسكتشير ويكما قرصاني دينا ومن يفعله الروحي سمايا ارنكا اساقا وكولي ديغا شدا ومنكم ايدينكا ايدين كميدا فقد ضل حقيقي واللومي سواء السبيلي شيدك برتميه زيواك اللومي شيدكي توسنا وكتعي dinaabu ulumay jidki toosnaana uu ka habaabay wa in yasqafukum hadii ay idin haylaan waxa la tilmaamaya kuwan gaaladeed wariga ka dhiganaysaani markay fursad idin ka helaan oo idin ka reeyaan waxba idin reeban baaya idin kana jid kalkal cayil iyo qaraabani waxba u haysaan in yasqafukum hadii ay yaani idin haylaan ama idin ka guuleystaan يكون وحي أهانا يا لكم إذنك أعداء عدويا البيدين أهانا يا ما لنكي أود إذن هلان أو فرصة إذن كهلان وحبا إذن ريبان مايا ويبسطوا ويفيدنا يا إليكم إذنك حق إن أيديهم كعمه وضي فيدنا يا إن إذن دلان إذن درباحان إذن قراعان إذن حميان قعان إن وحيدن كويلان دين مايا وقعمه وإذن فيدنا يا وألسنتهم عربيا الكودن ويفيدنيان بالسوء حمام بكو فيدنيان عرب كنوي إذن كو فيدنيان وإذن دعايدين وإذن عاي وإذن أفلقادين وحبا إذن كشي أفكودي أدن كودة تونة كنبت قلي ميسان قورتي أودي نهلايان إذن هلان وإذن كرريان مركن نين فرصت كو سوغي أو إنتو فرصت كهلي سوغي أذيك محاد شعيل كي سوهاي ستا محاد وحلان ما حد ولي أقدر ما حد يسوي دويسن معقوها يا حتى قرابة هذا هذا مر بعد عدم يحبوا كل ريبانين تم حاب إذا قد حيابة مؤمنين تامر كل عربين يا طيب إيه وود وحك ليك على ذين لو تكفرون إن تكفرون ويك على ذين دينت إن تكتكتان أو أتكلا بتان وحي هيستان أما واحد حن أقعدتان ويك على ذينه قال لمن هو إذن للربان ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دين تودا إلى القادتان لو الربان وتحقى إذن كسو حليا إن تاسو لمن كإذن لده معسن ما عاد مركا تحيل كوضا كوفا ليسان تكلوا إيه هذي تحرور إيه حول إيه حوغا مصلحان يا رب إذني هو الدنبا نوك جيسينا إذن الجواب تيدوات لن تنفعكم إذن أنفعي ميسو أرحامكم قرابة يالكين ولا أولادكم يحرورتي نطونا يوم القيامة تمانين تقيامة دينهم في حماي معي كوتري قرابة أو عروري معي كوتري أو إلى المحي كوتري يا مالين تقيامة وحبا كوتري مايا محينا وحبا كوتري إن مالين تقيامة يفصل ألا وكلا السوعي بينكم بحدين باب اللي دين كلا قيمبا صما متبتيس الروح البتيس والله أعلن بما تعملون واحد صمين إسان بصير متك أركوان يعني ما أنت قيام هذا مركل له تقول قرابة وين قاضي سامح أو عروري ما قاضي أو حرير كبني آدم ككل جو نول بتيسة مركا يا أطال إيه الكاجبات كعريس يوم يفر المرء من أخيه ها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ما شاسي تاذا كوطالة قرابة إيه أهل إيه هوية إيه آباء إيه ليس بيقان ما دام أين آخره وحبك تري دوني ما حد أدون كهجي آخره هذا وقع ياري مركا يجا سبب توضي
ها المهي قال إلى شنها يعرب ما يش يجترتون أبقي ما هي كدرية هذا الدين هذا ويدو آخر نرجع شيء مركز تاسنا ما يش كسارة ويمعنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم هل كان يوحى مركز لجوجو ذكالي أرنكا أو قال هذا إن أتكجو أذانا أول إني مدو ذو جيساني ولاية ذو ذا تصال علينا سينا عد مدن إني نكجد ضيرنه والنبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خليل الرحمن أبو الأنبياء قد كانت حقيقة وحى أهاتي لكم إذنك وحى إذن أهاتي أسوة ضيشو حسنة أو ونكسن في إبراهيم إبراهيم دحديسا إيو الذين كوي معه لتشرن كذا لتشرن كيسا نبي إبراهيم إيو مؤمنيتي لتشري ضيشو ونكسن با إذن كسوغن أداتي نمد نبي محمد إذ وقتي أي ضيش إذن كسوغن تاهي قالوا أي لهذين لقومهم تلقوا ذا أيكوا لهذين إن أنو براء هو بري أبان النهى تلقى يوم منكم إذن كبري بان إذن كرناه وإذن كفك نهى شقيس كبري ومما تعبدون أي واحد عبد إنسان من دون الله ألا سكدي إذن كقولة أي واحد ألا كسكدي سكدي العبد إنسان ببري بان إذن كرناه وإذن ديدني وإذن قرمرنا إذن خلافنا كفرنا بكم وإذن ديدني وإذن كفرني وبدا وحا موقتي بيننا وبينكم إذن كي أنك لحذينا العداوة عداوة إي والبغضاء إسنعيب ها إسنعيب إي عيل إي عرق أبدا وليقين وليقين إسو إيمان مين إسجعلان مين إسلالة شري مين عداوة دينو نرمان مين وليقين واكلة شوقنا محاينك لقين قرمان إسوء إيمان كرنا أنصاحيب كرنا هو وذاق كرنا حتى تؤمنوا إلى أدر ميسان بالله ألا وحده كليكي مدى أنه وحكو ذاو كو ولا لو بكرنا ووحي نقرد حين كرا وحوي إن أتكسوا النقطان قال لماذا إلهي كليكي الرميسان مركاو إيهل بيننا صوما إنت لكن سنم يدا إيو قيدها إيو قرح ذي يضيح عابود إيسان ومخلوق عابود إيسان وإذن تيدني بريبانا إذن كان إذن كواحد وضع طالبا الرنكاز نبي إبراهيم يددك الرميزنا سوهال كمين إستاق ورك وضع صومين عادي زنين مؤمنين تهداتهين وركين عادي إستاق قال هذا واحد إلى هذان شخيصكم لي إنك لسارة له بريبان إذن كان عقيدة دين مبدئين إذن كان واحد وضع طالب ورك صاو عادي ونبي إبراهيم يددك ونونك سنة قد إذا سأسأل لي هل أرنبا مركا لغا صوريبا يو نبي إبراهيم إنان كغد دينين إلان هدين لديه لها إنتا لغد دين لها وحول بينان كغد دينين نقول له صوما هل أرنبا مركا لغا صوريبا وحلين إلا قول إبراهيم إبراهيم أرهدي سيمويه يعني وحي كحران تاي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه دايشا إذن كسوغا إلا قول إبراهيم مويه تن لكن كغد دين ميسان إلا قول إبراهيم إبراهيم أرهدي سيمويه لأبيه أبيه أكويري لأستغفرن ولا إنا دنبداف كويدين وكويدين لك أذيك إنا إله دنبداف كويدين طيب وما أملك من هننكر أبو لك أذيك من الله حق ألا من شيء أحبك أقام هننكر وح إلهي حق سانك أقامن كروك أقاتري كرمجرو لكن إلهي بان دنبداف كويدين يا أرنت وقوص مين يا أرنك إساقام ميا أرين كان نبي إبراهيم كذا يعنينا صوت معيته نبي إبراهيم أبيه قلبها يا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أبيه آزر قلبها وكان نبي إبراهيم وانيي أو لضوضي أو عقل حري أو كديدي قال لي وقولنت نبي إبراهيم مركو كري ويا أبيه وكان سجاه جرود وكتجي مركو كتجي بوحه وبلن قاضي إلهي بنت ملافك ويدين دونا بلنقات كا اوسي ايو مرك النبي ابراهيم فلينيه لكن مركو اوغادي ابيه انو قال يحيى نار غليو ايو كبر نود فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه وما وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه بلنقات بوها اوسي مركا وما عدين انو النار فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه مركا كذب وكبر النقضي مركا لكن ودعي صوما ودعيه إلهي وأني والدك ودم دافبوير
arrinkaas nabi ibraahim ha kaga dayanina oo gaal gaalnimo ku dhintay ilaah u dambi dhaaf dhina sooma saas daradii muuminiintu markay qaraabadoodii gaalnimada ku dhimatay markay ilaah u dambi dhaaf dheheen waata ilaah soo dejiyay ayada quraanka bal nabigeenu sallallahu alayhi wasallam markuu damcay sayf kama fi sahih muslim hadith ka sahiha hooyadii qabrigeeda markuu maray oo intu muuminiinta kul muslimiinta kula leexday oo ooyay dadkana ka oohiyay oo ilaahay ooydiistay inuu dambi dhaaf ku waydiyo hooyadii waa loo diiday markaas waxa soo degtay aayada rabbi leeyahay wama kana lin nabiyyi walladheena aamanu an yastaghfiru lil mushrikiina walau kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim waxa laga dambaysiiyay wama kana istighfaru ibraahim li'abihi illa 'an mu'idatin wa'adaha iyyah halka nabi ibraahim kaga daynino gaal gaalnimo ku dhintay ilaah u dambi dhaaf lama dhigi karo ilaah u naxariisana lama dhigi karo hadduu nool yahay baa loo ducayn karo ilaah hanuuni la dhigi karaa laakiin hadduu dhintay bisu illaa qawla ibraahim odhaahdiisa mooyaane dhaabihi aabihi uu ku yidhi la astaghfiranna laka dambi dhaaf aan alla ku weydiin aabow wamaa amliku mana hanan karo laka adiga min allaahi xagga alla min shay waxba kaagama hanan karay rabbanaa rabbiganu tan waa duca la barayo mu'miniinta ama waa hadalkii nabi ibraahim bay qayb ka tahay laakiin waxyaalaha aynu kaga dayan bay ka mid tahay rabbanaa rabbiganow calayka korkaagana tawakkalna tala saarannay wa ilayka xaggaagana anabna u noqonnay wa ilayka xaggaagu almasiiru makaanu ahaanshuhu ahaaday xaggaaga loo ahaan doono loo wada noqon doona rabbanaa rabbiganow laa tajcalnaa ha naga dhigin oo ha naga yeelin fitnatan imtixaan ha naga yeelin liladiina kuwii ha nooga yeelin kafaruu gaaloobay kuwa gaaloobay ilaaha imtixaan ha nooga dhigin oo maxay noqon inay naga adkaadaan oo ay naga reeyaan oo ay na fitneeyaan allow ha naga dhigin aba ma ahe intayna dhibaata inaga adkaadaan inay markaa nagu fitnoobaan oo yidhaahdaan war kuwan hadday xaq wataan dee ilaahay baa u weylin lahaa oo ay markaasaa ku fitnoobaan ha naga dhigin sidaas wey macna laa tajcalnaa ha naga yeelin fitnatan shiribid iyo imtixaan ha naga dhigin liladiina kuwii ha nooga dhigin kafaruu gaaloobay waqfir lanaa noo dhaaf rabbanaa rabbiganow innaka adigu anta adigu alcasiizu midka qaalibkee adag baatoon laga adkaanin alxakiimu haddana xikmadda ku tilmaaman laqad kaana xaqiiqe waxaa ahaaday lakum idinka fiihim ibraahim iyo dadkii la socday waay dhexdooda waxaa idiin ahaaday uswatun dayasho xasanatun oo wanaagsan waa la soo celiy dayasho wanaagsan baa dhexdooda idinku sugan yay ugu sugan tahay ujeeddadu halkan waa yaa ku dayanaya ibraahim iyo muuminiintii la socdo arrintaa kaga dayanaya liman cid bay ugu sugnaatay kaana ahaaday yarjullaah mid alla rajaynayo ka baqaya walyowma alaakhira iyo maalinta aakharo mas'alada awalaha iyo baraha waxaa xaqiijinaya cid allahna rumaysan oo ka baqaya aakharana ka baqaya waman yatawalla ciddii jeesato arrinkaa ka jeesato oo mabaadiida la soo taqriiriya ka jeesato markaa gaalada wax la qasta oo gaalada walaha iyo jacaylka iyo garabsiinta iyo ayaga wax la wadaag waman yatawalla ruuxii arrimaha ka jeesadana fa ina allaha alle huwa isaga ayaa alghaniyu midka deeqtooma ah alxamiidu mar walbana la mahadiyo mahadsan waxba lagugu fali maayo wey macnaha gaal raacagan munaafiqi calmaaniga ah ee gaalada la biicabahay ee mabaadideeda xambaarsan ee iyagoo kaleeta ah ee sirtu kala dhacayso ee isku barnaamijka yihiin adigay ku dhibiya ilaahay waxba yeeli maysa soo ma waxba lagugu fali maayo fa ina allaha alle huwa alghaniyu waa midka deeqtooma yaa muxuu ahay oo addoommadiisa ka wada deeqtooma wey macnaha in takfuruu maxay aayadii in takfuruu antum waman fi lardi jamiican fa ina allaha laghaniyun ilaahay waa idinka deeqtooma soo ma alxamiidu weeyo adigu haddaad ilaahay mahadin weydood ka amar qaadan weyday waxba kuu noqon mooyo mar walba waa mahadsan yahay haddaad idinku mahadisaan iyo haddaydaan mahadininba sidiisuu ku mahadsan yahay soo ma inaad mahadisaan iyo waxba ilaahay tabaaraka wa tacaala ka gaadhi maayo alxamiid waay waana casiiz waay waa qani waay macnaa rabbi tabaaraka wa tacaala hada wabilahi tawfiiq wa sali allahuma wasalam wa baraka cala nabiyina muxamed wa cala alihi wa saxbihi wasalam.